أيها المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلنا نعلم أن الإسلام حريص على أن نكون أقوياء كأمة وكأفراد، فالقوة مطلوبة شرعا وعقلا، لكن أي قوة نحرص عليها؟ هل هي قوة البطش والجبروت والظلم والانفعال الطائش؟ إن هناك مذاهب فلسفية تنادي بإرادة القوة وتسعى إلى القضاء على المرضى وذوي العاهات، وتنادي بترك الإحسان، وتنادي بعدم الصفح، وتؤجج في الناس وفي المجتمعات الصراعات. الإسلام يريدها قوة للحق، ونصرة للضعفاء، وردا للعدوان، وحماية للمقدسات. والله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أيها المشاهد الكريم، وعندما نتكلم عن قوة الفرد لسنا نعني بها قوة الجسم الغاشمة أو قوة العضلات الفتاكة، فهذه قد تكون موجودة في بعض العجماوات، ولكننا نريدها إرادة وقوة في الإرادة، قوة الإرادة، نريدها قوة تريد أن تحافظ على الإنسان في إنسانيته، نريدها قوة تسعى لخدمة الفرد وخدمة المجتمع. إن هناك لونا من القوة أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تأمل معي أيها المشاهد الكريم هذا الحديث: ليس الشديد أو ليس القوي الذي يصرع الناس ويطرحهم أرضا، وإنما الشديد الحقيقي والقوي الحقيقي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. لا شك أن الغضب انفعال طائش، وتترتب على الغضب قبح الصورة وقبح الفعل وقبح الكلمة وقبح القلب. فالإنسان الغاضب شكله قبيح، لو نظر إلى نفسه في المرآة لأنكر نفسه. والإنسان الغاضب فعله قبيح، تصدر عنه أفعال وحركات هستيرية لا يطمئن إليها بعد إفاقته من غضبه ولا يرتضيها. والإنسان الغاضب تصدر منه الكلمة الفاحشة والكلمة النابية. والإنسان الغاضب يمتلئ قلبه حقدا وغيظا. من هنا أوصى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة عندما سأله وقال له: أوصني، قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فلما ردد الرجل السؤال أكثر من مرة، ردد النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة أكثر من مرة وقال له: لا تغضب. فالغضب انفعال طائش، فالذي يملك نفسه عند الغضب هو الإنسان العاقل القوي، وهذا هو الإنسان الرشيد. كيف يملك الإنسان نفسه عند الغضب؟ أولا يجب أن نعرف أن حسن الخلق الذي هو ركيزة أساسية من ركائز الدين لا يعني مجرد كف الأذى عن الناس، وإنما حسن الخلق يكمن أساسا في تحمل الأذى من الناس، وهذه نقطة مهمة يجب أن نتفطن إليها. حسن الخلق لا يعني مجرد كف الأذى، فهذه مرحلة قد يستوي فيها كثير من الناس، لكن حسن الخلق في أسمى معانيه أن نتحمل الأذى من الناس. فإذا وطننا أنفسنا على هذا المعنى عالجنا ثورة الغضب في نفوسنا. ثم إننا في حاجة إلى التحلي والتخلق بكرائم الأخلاق كالحلم والصفح والعفو وكظم الغيظ،
ولهذا وصف الله عباده المتقين بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكظم الغيظ أن الإنسان يضبط أفعاله وأقواله أثناء الغضب، هذه مرحلة. ثم المرحلة الثانية العفو عن الناس، بمعنى أن الإنسان لا يكن لهم حقدا ولا ضغينة ويتسامح معهم. المرحلة الثالثة أن يحسن إليهم، وهذه قمة الأخلاق. فهناك مراحل يحرص عليها الدين: كظم الغيظ، العفو عن الناس، الإحسان إلى من أساء. وتلك من المكارم الأخلاق العليا التي يجب أن نتحلى بها. أيها المشاهد الكريم، وهناك وصايا نبوية لكي نعالج انفعالنا أثناء الغضب. فالإنسان الغاضب عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان من طبيعته أنه يدفع الإنسان إلى الانحراف، ويدفعه إلى العدوان، ويدفعه إلى البطش. فإذا أحس الإنسان بثورة الغضب عنده، عليه أن يلجأ إلى الله وأن يحتمي بالله وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عندما رأى بعض الناس غاضبا: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به، وهو أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك من الخير أن يغير الإنسان وضعه، فإذا كان واقفا فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، لأن الوقوف أقرب إلى الانفعال ودافع إلى مزيد من العدوان. فإذا كان واقفا فليجلس، إذا كان جالسا فليضطجع حتى يغير هيئته، وحتى لا يسارع إلى الفتنة وإلى البغضاء. كذلك من الخير أن يتوضأ الإنسان، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، فالماء يطفئ هذه الثورة ويدفع عن الإنسان وساوس الشيطان. ثم على الإنسان أن يصمت وأن يمسك لسانه أثناء الغضب، لأن الإنسان أثناء الغضب إذا أطلق لسانه وقع في الهاوية. فنحن في حاجة إلى أن نحرص على أن نصون ألسنتنا، وأن نحافظ على مكارم الأخلاق، وأن نلتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي نهدأ نفسا وبالا. أيها المستمع الكريم، نستودعكم الله، والسلام عليكم.